quality of life له تأثير significant ملحوظ وواضح على ومهم على quality of life. وفي effective therapy ممكن تجيب نتيجة. ده summary بالنسبة للprimary focal hyperhidrosis is a separate and unique disease. تمكين دي المحاضرة الثانية. بدالي سهلة برضو مش كده؟ طب ناخد بقى التالتة أو ناخد جزء منها. ناخد جزء منها مش هنكملها ما تقلقوش يعني. يعني هو كله قصير. كله ساعة كام؟ يعني فاضل لكم قد ايه؟ ربع ساعة. هناخد جزء مقدمة. خلاص؟ تعالى بقى اظبط له. في حد كان بيظبط لي التيمز؟ دكتورة مش عايزة تظبط. تعالى يا دكتورة لو سمحت. هناخد المقدمة ونكمل مع المحاضرات الجاية إن شاء الله. أي واحدة؟ إحنا عندنا صن وايز ودينا الهايبر هيدروز عندنا البيجمنتيشن. Agents affecting pigmentation يا جماعة. Agents affecting pigmentation لا يعني تدين حدش سألني على الكرايمي بس اللي احنا قلناه ولا نسيبوها من ضمن الأسباب الكراين نيفوس اللي هي بيبقى نوع من أنواع السويت جلانس بيحصل فيها زيادة في النمبر أو السايز ممكن من الطفولة أو بعض الطفولة. تمام؟ ودي من ضمن الأسباب. هو كل المحاضرات تحس إنها مرتبطة ببعضها يعني سواء التعرض للصن وبعدين التعرق وبعدين البيجمنتيشن. تمام؟ وكلها داخلة على الجلد والسكين أكتر شوية. كان في مطرب زمان كده عمل عملية أو معرفش عملوه إيه تحول من اللون الأسود للون الأبيض. فدي طبعاً داخل فيها عمليات جراحية ودراجز وكيميكالز ومايكل جاكسون. تمام كويس مذاكرين أنتم مع إنه يعتبر توفى من زمان أعتقد بس هو كان ما شاء الله كان له يعني أنا على حسب معلوماتي يعني إن هو أسلم قبل ما يتوفى. دي بيجمنتنج ايجنتس. طيب إحنا قلنا كلمة دي لما بتيجي في أول الكلمة بتبقى أيوة برافو. إحنا لما بنفهم البرفكس والحاجات اللي بتيجي في أول الكلمة وبعد الكلمة يعني في آخر الكلمة ده بيساعدنا كتير في الفهم حقيقة يعني. فنهدى ورا شوية قلنا هندي المقدمة مش هنديها كلها وهنكملها إن شاء الله بعد كده. نهدى شوية ماشي. They are used to reduce hyperpigmentation of the skin. هو السكين ده مشاكله كتيرة سبحان الله يعني. يعني يا إما hypopigmentation يا إما hyperpigmentation. طبعا أفظع مشكلة في السكين اللي هي كانسر سكين يعني للأسف بيحمل أمراض كتيرة. في منها ليها حل وفي منها لغايه دلوقتي ملهاش حل قوي يعني والحمد لله. تايروزينيز انهبيتور. عندي حاجات احنا دلوقتي بنتكلم فيها عشان نركز مع بعض.
دي بيجمنتنج ايجنت اللي هي ار يوز تو ريديوس هايبر بيجمنتيشن. تايروزينيز انهبيتور، احنا قلنا التايروزينيز ده بيعتبر اول حاجه في الخطوه بتاعه تكوين البيجمنت او الصبغه او تمام هي الطبيعيه. فلما بندي بقى تايروزينيز انهبيتور معنى كده ان انا هقلل ايه؟ هقلل البيجمنتيشن. طيب يبقى نمبر ايه تايروزينيز انهبيتور؟ هيدروكينون، ميكينول اند مونو بنزول، اربيوتين، كوجيك اسيد، ليكورايس اكستراكت، فيتامين دي. بتهيألي ان الليكورايس اكستراكت وفيتامين اي يعني فاميليار شويه معايا. الكلمات الثانيه لو صعبه برضو بناخد اول حرف ونعمل منها كلمه سواء الاتش او الاي او الكي. نمبر بي ميلانوسايت سايتوتوكسيك ايجنت ازيليك اسيد، برضو ده سهل. يبقى ميلانوسايت سايتوتوكسيك ايجنت هي شرحه نفسها. اذر ايجنتس الفا هيدروكسي اند بيتا هيدروكسي اسيد، ريزورسينول بيلز، فيتامين سي، تريتينون اند سان سكرينز. يبقى في يا جماعه عشان برضو الحاجات تثبت في دماغنا، في تايروزينيز انهبيتور، وفي ميلانوسايت سايتوتوكسيك ايجنت، وفي اذر ايجنتس اللي هي في اخرها خالص سان سكرينز. تايروزينيز انهبيتور، تايروزينيز اكتيفيتي is thought to be a major regulatory step in the melanogenesis. يعني ايه الجمله دي؟ يعني التايروزينيز اكتيفيتي ده بيعتقد او احنا بنفتكر او العلماء بيفتكروا ان هو major regulatory step in melanogenesis. يعني ايه كلمه melanogenesis؟ يعني الميلانين، تصنيع الميلانين. هيدروكينون، مونوبنزول، ميكينول، دول كلهم بنجمعهم كده بجملة واحدة. topical هيدروكينون and ميكينول usually result in temporary lightening. lightening هنا معناها تفتيح. خلاص. topical مونوبنزول causes irreversible depigmentation. irreversible يعني topical مونوبنزول، عشان لما يجي لك في الامتحان اقول لك ايه اللي بيعمل irreversible depigmentation ترد عليا تقول لي المونو بنزول. They are used as skin lighteners as drugs. They are also natural ingredient in many plant derived products زي الفيجيتابل والفروتس والجرين والكافي. انتشرت في السنين الأخيرة ثقافة إن الصيدليات أو الأجزخانات بيبيعوا مكونات اللي هي بتفتح لون البشرة وبتفتح لون، وللأسف الإكثار منها بيعمل أمراض خطيرة. يعني هي لازم تبقى مقننة، ولو ما فيش داعي ليها ما نستعملهاش خالص، يعني مستحسن يعني. تمام. ميكانيزم اوف اكشن انهبيت اوف ذا انزيم تايروزينيز اللي هم العلماء بيقولوا او بيعتقدوا ان هو ميجور ريجولاتوري فاكتور في الميلانين. يبقى انهبيشن اوف ذا انزيم تايروزينيز باي اباوت 90% thus interfere with the biosynthesis of melanin. ده أول حاجة في الميكانيزم اوف اكشن. تاني حاجة reversible inhibition of cellular metabolism affect ال DNA وال RNA synthesis. In addition, monobenzone may be toxic to melanocyte resulting in permanent loss of these cells. عشان كده بنقول إن مكونات تفتيح البشرة والأشياء دي بتدخلنا أحيانا في سكة صعبة جدا، فياريت كله يبتعد عنها يعني. indication ميلازما، البيشنت بتجيلك العياده يا دكتوره، وانت بتجيلك العياده الجلديه ما شاء الله اكتر ناس بيشتغلوا دلوقتي، لان بقى داخل فيها التجميل والليزر، يعني داخل فيها مجالات والبوتوكس وكله بيشتغل يعني. طب الميلازما دي اللي هي ايه؟ بيبقى فيه زي بقعه كده في الجلد ولونها متغير عن لون الجلد، فطبعا دي بتبقى مزعجه قوي يعني الميل والفيميل والفيميل اكتر كمان. يبقى indication في الميلازما post inflammatory hyperpigmentation، حصل inflammation وحصل بعديه hyperpigmentation، may be used alone or in combination with other agents such as tretinoin, glycolic acid, kojic acid and azelaic acid. adverse reaction مش هنكمل المحاضرة كلها ما تقلقوش، بس ركزوا معايا شوية.
exogenous orco او exogenous اوكرونوزس. اللي بيتكلم دي بيشوش علينا وبيشوش على زمايله، فممكن نسكت شويه. طيب asymptomatic blue black او black macules in area of hydroquinone application. يبقى اول حاجه في الادفيرس افكت هيحصل ايه؟ هيحصل حاجه اسمها اوكرونوزس. يعني ايه؟ يبقى في بلو بلاك ماكيولز خلاص انتشرت في الاريا اوف هيدروكينون ابلكيشن. It occurs due to inhibition of homogenistic acid oxidase enzyme in the skin, local accumulation of homogenistic acid that then polymerize to form ochronotic pigment. It is more common in patients with dark skin types. To limit this adverse effect, it is prudent من الحكمة to use it in 4 month cycles only. Alternate with kojic acid, azelaic acid or other. Monobenzone may be or may cause hypopigmentation at sites distant from the area of application. كمان يعني هو بيعمل hypopigmentation في الاريا اللي انا بستعمله فيها، وكمان hypopigmentation في الارياز البعيدة. Some percutaneous absorption of these compounds. Both hydroquinone and monobenzone may cause local irritation. Allergic contact dermatitis may occur. بالنسبة للأوكنوزيس، أول ما بوقف الدواء، هو طبعا أول حاجة هما more common في البيشنت with dark skin types أكتر من الوايت، دي أول حاجة. إحنا ممكن نعمل limitation للأدفيرس إفكت. معنى إن إحنا ممكن نعمل limitation للأدفيرس إفكت إن ممكن يختفي بس بمساعدة بعض الأشياء، تمام؟ يعني prudent إن إحنا use it 4 months cycle بس، مدة 4 شهور، بنبدله مع الكوجيك أسيد ومع الأزيليك أسيد أو مع other drugs، تمام؟ طيب أنا عايزة أقول إن المحاضرة دي بالتفصيل هقولها لكم المرة الجاية، وعايزة أقول إن إحنا نبدأ ناخد الغير. اتفضل تاني كده كويس، وهنشرح تاني من أولها. تقعدوا على مقاعدكم بقى لو سمحتوا، تقعدوا على مقاعدكم وتسجلوا لي المقاعد اللي هي الفاضية. لك العافية دكتورة. هنقول من الأول، هنعيدها من الأول، هنقول المحاضرات اللي هي بتاعت المرة الجاية. كلهم في مرة واحدة. أسجلها؟ نعم. سجل متى؟ سجل المقاعد الفاضية الفارغة. الغياب يعني الغايبين فقط. يوسف.